الفقرة الأولى منورنا فيها الأستاذ عادل كريمة الناقد الرياضي المتألق حقيقي، وهنتكلم بقى في دوري الأبطال ونحلل كده ونشوف ونقارن الكرة بتاعتهم بالكرة بتاعتنا. وكمان زي ما بتقال هو موسم عندهم برضو غريب، لأن جاي كأس العالم قاطع النص كده من الدوري، وفي نفس الوقت طبعا اللي هيشاركوا هيرجعوا منهكين. لسه كنت بتكلم مع أستاذ عادل قبل الهوا يعني، فبقول له ده هيبقى نفس السيناريو اللي كان عندنا قبل كده. فصباح الخير. صباح الفل. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني غريبه غريب. جدا. اهلا بيك، منورنا. اهلا بحضرتك. صباح الفل عليك. ورطه كبيره للنهوانده قالتها دي، هنقارن ما بين الدوري عندنا والدوريات الاوروبيه. اتورطنا احنا كده، بلاش كده عشان لا في الضغوطات. دول لعبتين مختلفتين. ينفع فعلا نلاقي نقاط مشتركه؟ لان طبعا نقاط الاختلاف ممكن ان نقعد نتكلم عنها يومين، لكن هل في نقاط مشتركه بين الدوري عندنا وبين الدوريات الاوروبيه؟ هي النقاط المشتركه هي زي ما كنت نهاوند بتقول، بس الضغط يمكن السنه دي تحديدا، لان طبعا فكره ان كاس العالم السنه دي هيبقى بشكل استثنائي، هيتلعب في نوفمبر وديسمبر. ايوه. فده عامل ضغط كبير جدا. وعلى فكره كل المدربين يعني في كل مؤتمر صحفي بيشيروا للنقطه دي، بيقولوا احنا حاسين ان احنا بنشتغل في موسمين مش موسم واحد. صح. موسم قبل كاس العالم وموسم بعد كاس العالم. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه يمكن اللي كان حتى اشار ليها انشيلوتي مدرب ريال مدريد، قال ان اللعيبه بتوصل لاعلى درجات التركيز في كاس العالم، وبعدها كان عاده بياخدوا فتره اجازه لان هم محتاجين ده. قال ان المشكله ان اللعيبه هترجع لي من كاس العالم في اهم فترات الموسم، فهيبقوا راجعين منهكين ذهنيا طبعا. حتى غير بدنيا طبعا. كمان طبعا. فده عامل مشكله كبيره جدا عند كل الانديه السنه دي. عشان كده يمكن بدايه الموسم غريبه شويه او غامضه شويه. اغلب المدربين بيحاولوا يقسموا حتى الجهد والحمل على الفرقه، لانهم عارفين ان فتره كاس العالم دي هتعمل مشكله كبيره جدا. طبعا الانديه الكبيره اغلب لاعبتها رايحين كاس العالم مع المنتخب بتاعتهم، فده اللي مخلي الموسم السنه دي غريب شويه. ده يمكن دي النقطه اللي فيها شبه شويه، ان احنا هيبقى عندنا الضغط على اللعيبه بدنيا ونفسيا في الموسم في اوروبا السنه دي. غير كده مفيش شبه. لا احنا هم حاجه واحده حاجه بس لغايه هنا ونقف، مفيش حاجه تانية.